بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده هنحل فيه مع بعض تمارين قواعد الدرس الثالث والرابع من اليونت 7. الجزئية دي على زمن المضارع التام والمضارع التام المستمر كده. يعني أول سؤال: I not wuthering heights all day. It's very interesting but I am only on chapter 3. بقولك أنا بقرأ في رواية اسمها wuthering heights، مرتفعات wuthering، طول النهار. It's very interesting. الرواية دي شيقة جدا وأنا لسه في الفصل الثالث. يعني معنى كده إن الراجل لسه بيقرأ في الفصل الثالث، يعني مستمر في القراءة. غير كده الراجل قال لك It's very، أو قال لك I am on chapter 3، يعني لسه بقرأ في الفصل الثالث حاليا. يعني معنى كده إن ده مضارع تام مستمر، يبقى have been reading. I have been reading يعني أنا بقرأ ومستمر في القراءة. Your hands are really dirty. إيدك يا ابني متسخة تماما. What not؟ ماذا إيه؟ طبيعي إن لما ألاقي واحد إيده متسخة فأقول له إيدك متسخة، ماذا كنت تفعل؟ يعني معنى كده انك بتسأله في مضارع مستمر اللي هو have you been doing. حتى هو قال لك or، عارف هو لو كان قال لك your hands were، يعني ايدك كانت وسخة، ماذا كنت تفعل في الماضي، فكنا ناخد دي. طيب my grandfather not abroad، جدي يعني خارج البلاد. he prefers يعني هو بيفضل to stay to spend his time، هو بفضل ان يقضي الاجازة بتاعته wandering round his hometown، هو بيفضل يقضي الاجازه بتاعته في التجول حول مدينته او بلدته. طيب بما انه بيفضل التجول، يعني معنى كده هو عمره ما سافر بره البلد، يبقى has never traveled. لاحظ ان الراجل قال لك he prefers، يعني ده مضارع. ده عارف انت لو قلت لي he preferred ماضي، يعني ده معناها ان هو الراجل ده مات مثلا الله يرحمه، الجمله ماضي، فكنا هنقول had never traveled. I miss you so much. انا مفتقدك تماما. I not you for ages. انا مفتقدك تماما. انا لم أراك منذ سنوات طويلة. يبقى I haven't seen مضارع تام عشان for. الجملة اللي بعد كده: since the beginning of COVID-19، منذ بداية كورونا أو وباء كورونا، يعني the world economy، اقتصاد العالم إيه؟ منذ بداية كورونا اقتصاد العالم وهو has been greatly affected. طيب ده معناها إن ده مضارع تام مبني المجهول. طب إحنا ليه قلنا مبني المجهول؟ أصل كورونا ده الفاعل، حلو، والاقتصاد اللي تأثر يعني هو المفعول، وانت هنا قلت لي ان اقتصاد العالمي تأثر، يبقى انت عايز المفعول وبالتالي هتعملها مجهول، ف has been greatly affected. doing the new exercise yet، والله yet دي بتستخدمها في السؤال يا مستر، يعني معنى كده انا عايز جملة سؤال وكلهم بادئين بفعل مساعد، بس انت عارف ان yet تيجي في السؤال مع المضارع التام، يبقى have you finished اللي هي رقم 6A. طيب بعد كده number 7: they not the road to our village recently. recently يعني ده مضارع تام، هم بيمهدوا الطريق الى قريتنا حاليا، فده ماضي مش معايا خالص في الموضوع، وده ماضي مش معانا. يا ترى هنقول have been paving يعني يمهدون، ولا have been paved ده مجهول يمهد، اكيد هم بيمهدوا، يبقى رقم C. he hasn't been able to play tennis. he broke his leg. هو مش قادر يلعب تنس منذ كسر رجله، فالإجابة هتبقى since. وعلى فكرة ممكن نترجمها كمان بمعنى لأن وتبقى برضو since، يعني هو لا غير قادر على أن يلعب التنس لأنه أو منذ كسر رجله. you can't meet طاهر، مش هينفع تقابل طاهر، لأن هو راح معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعني معنى كده أن هو ذهب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب ولم يعد. ذهب ولم يعد يبقى has gone to. خد بالك ما ينفعش ناخد has gone لوحديها، لازم to. طب they not in London since 2004. they are still living there. لاحظ الراجل في الجملة بيقول لك ايه؟ they are still living there، يعني عايز يديك ايحاء ان الجملة مستمرة. اذا هتقول هل المضارع تام مستمر، يبقى have been living اللي هي رقم C. طيب احنا لو خدنا have lived هنا معناها ان هو عاش والموضوع انتهى، وانت في الجملة بتقول لي still يعني ما زالوا. my sister not at university for 3 years. she comes home every weekend. هي بتيجي تزورنا في البيت كل اجازة، ده معناها ان هي في الجامعة has been. طيب هتقول لي يا مستر طيب ليه ما ناخدش مثلا في الجملة دي is being؟ ما حضرتك عارف ان الverb to be ما ينفعش نجيبه في المستمر. طب had been الجملة اصلا مضارع، ما ينفعش نفكر في الماضي. طب ليه مش is؟ انت بتقول لي for دي كلمة من كلمات المضارع التام، وبناء عليه انت عايز مضارع تام، ف has been. I started my job، انت عايز تقول منذ بدأت وظيفتي، يبقى since. منذ بدأت وظيفتي و since بيجي معاها ماضي بسيط ومضارع تام، فالجملة من حيث القواعد والمعنى مظبوطة since. 13: his style of painting، نمطه أو أسلوبه في الكتابة، over the years. انت عارف ان over the years و through the years و throughout the years يعني
ايا كان الناس دي كلمات مضارع تام، يبقى هذا ستايل اوف بينتينج هاف تشينجد ولا هاز تشينجد. اسلوب الكتابه الاسلوب ده اسم مفرد، وبالتالي هاز تشينجد رقم سي. رقم 14 بيقول لك نجيب محفوظ بوكس كتب نجيب محفوظ انتو ميني لانجويجز. اكيد انت عايز تقول ترجمت، يعني مبنيه للمجهول. دي مبنيه للمعلوم فمش معايا خالص، ودي مبني المعلوم ماضي مستمر مبني المعلوم، وهذا ترانسليتد ده برضو مبني المعلوم. انا عايز مبني المجهول فخلاص هيبقى هاف بين ترانسليتد يعني ترجمت. دكتور بركات از فاني. الدكتور بركات ده راجل مرح. هي هاز اولويز نوت. والله يا مستر انا عارف ان هاف وهاز عايزين بعدهم هنا باست بارتيسيبل، فمش هينفع نفكر في ده مضارع بسيط، ودي تصريف تاني يعني ماضي بسيط، ودي هاز اولويز بين كومينج ده مضارع تام مستمر، وده كده مضارع تام. انت بتقول دكتور بركات ده راجل مرح، هو لطالما جاء او لطالما كان ياتي يعني الى عيادته بالسكوتر، يبقى هاز اولويز كم دايما دايما. العاده بسيط، العادات دايما بسيط. يعني ايه؟ يعني العاده تكون مضارع بسيط عادي، مضارع بسيط عادي. طيب او ماضي بسيط اهلا وسهلا، او مضارع تام بسيط برضو اهلا وسهلا، لكن مش مضارع تام مستمر. دكتور بركات از فاني. He always not to his clinic by scooter. دكتور بركات ده راجل مضحك او مرح، دايما بيجي للعيادة بالسكوتر. لاحظ ان انت هنا مش هينفع نفكر في دي لان دي مستمر زي ما اتفقنا. طيب رقم اتنين، انت بتقول لي هنا دكتور بركات is، يعني معنى كده الجملة مضارع فمش هنفكر في كيم الماضي. طيب باقي معاك كم وباقي معاك كمز، الاثنين مضارع، بس الدكتور بركات ده مفرد والفاعل الراجل مديك هنا الفاعل هي، اذا الاجابة هي always comes اللي رقم دي. The forest fires حرائق الغابات. ركز بقى عشان الجملة دي عايز افهم شوية. الراجل بيقول لك حرائق الغابات not for 3 weeks now. For 3 weeks now يعني بقى لها 3 اسابيع دلوقتي. We need a lot of rain to put them out. واحنا محتاجين امطار كثيفة عشان نوقفهم. معنى كده ان الحرائق دي لسه مستمرة. يبقى انت عايز مضارع تام مستمر، يبقى have been burning اللي رقم بي. طب ليه ما ناخدش has been burning؟ عشان الراجل قال لك fires يعني حرائق جمع. طب اللي بعدها بقول لك حرائق الغابات ايه؟ بقى لها 3 اسابيع دلوقتي مفيش ولا شجره، يعني معنى كده ان الحرائق انتهت بس سايبه اثر. المضارع التام حدث انتهى، انتهى وله اثر، يبقى هاف بيرنت اللي هي رقم دي. ركز في رقم 17، الحرائق شغاله واحنا محتاجين مطر يطفيها. لكن في 18 الحرائق خلصت حتى ما عادش في ولا شجره واقفه، معنى كده ان الحدث انتهى. طب رقم 19، I have not a car since 2018. بقول لك انا عندي عربيه منذ 2018. والله هاف وهاز يا مستر عايزين بعدهم الباست بارتيسيبل. حلو، طب فالاجابه كده هي. طب ما احنا ممكن نقول هاف بين هافينج حدث مستمر. ايوه بس هاف دي لا تاتي مستمر، وما فيش حاجه اسمها هاف هافينج ولا هاف بي ولا هاف هاد بين، ما فيش حاجه اسمها هاف هاد بين في الانجليزي اطلاقا. شي از نوت 3 ليترز ذس افترنون. لاحظ انت انك قلت لي 3 ليترز، يعني ايه؟ ايه الموضوع يعني؟ ايه الفكره هنا؟ الفكره هنا حضرتك ان مع العدد ممنوع نستخدم المستمر، اذا ما هنستبعد دي. ثانيا هاز لازم بعدها باست بارتيسيبل ده تصريف تاني، ودي فعل مضارع بسيط، اذا الاجابه شي هاز ريتن. زي ار انجري، هم زعلانين، اصل هم منتظرين لفتره طويله، يعني هم غاضبين بسبب الانتظار، يعني معنى كده الانتظار لسه مستمر. هتقول طب يا مستر ما انا ممكن اقول لك هم استنوا فتره طويله عشان كده زعلانين. ما هو لو الانتظار مستمر عشان كده هم غاضبين. الانتظار لو انتهى الغضب ده زمانه انتهى، اذا الانتظار مستمر عشان كده هم غاضبين، فهنعملها مضارع تام مستمر. طيب بعد كده they were angry، هم كانوا زعلانين. ليه يا عم؟ اصل هم كانوا مستنيين في الماضي، يعني يبقى had been waiting. He was in hospital because he not an accident. بقول لك هو كان في المستشفى لان هو، بص العربي بقى، لان هو عمل حادثه. مش هينفع اقول لك كان بيعمل حادثه فالمستمر ده بره اللعبه. طيب ووز كده معناها ان هم بتكلمنا عن حدث زمن ماضي، فالاجابه هاز هاد، سوري هاد هاد. ايش معنى هاد هاد؟ عشان احنا عايزين نتكلم على ماضي، والماضي لازم الناحيه التانية تبقى ماضي، اذا الاجابه هاد هاد. طب امال امتى ناخد هنا هاز هاد؟ لو كان قال لك بدل ووز از، زي ما هو عمل في الجمله 24، بيقول لك هي از ان هوسبيتال، هو دلوقتي في المستشفى لان هو عمل حادثه، بس دي في المضارع عشان دي از، ودي كانت في الماضي عشان دي ووز، اذا الاجابه هاز هاد رقم ايه؟ 25، I have not this page 4 times and I still don't understand it at all. انت بتقول لي انا قرأت الصفحة دي 4 مرات، يعني انت ذكرت لي كده ايه؟ عدد، اذا مفيش مستمر. طيب
انت بتقول انك قرات العدد الصفحه دي 4 مرات وما فهمتهاش برضو، ومش هينفع نقول لك انا ما قراتهاش 4 مرات وما فهمتهاش، مش راكبه على بعضها. ومفيش حاجه اسمها هاف وهاز وبعدين اي ان جي. اذا الاجابه اي هاف ريد ام ديد تايرد. ديد تايرد يعني متعب جدا. اي فور 10 اورز ناو، انا بقالي 10 ساعات وانا شغال، يعني انا مستمر في العمل. يبقى انت بما انك انت قلت لي في الجمله الاولانيه اي ام، يعني تحكي لي عن موقف مضارع، يبقى اي هاف بين وركينج. طب يا مستر امال امتى ناخد اي هاد بين وركينج اللي هو كان قال لك اي ووز تايرد، انا امبارح كنت تعبان، اصل انا كنت شغال، وكانت تبقى الجمله راكبه مع بعضها. 27 اي ووز ديد تايرد. كل كلمه ديد اتفقنا قبل كده بمعنى فيري. I was dead tired يعني I was very tired. I not for 10 hours then. then دي كانت الأول now. now دي مضارع، لما نحولها الماضي بنحولها ل then. يعني then دي لما تشوفها في الجملة اعرف إنها بتدل على زمن الماضي لما تكون زمنية يعني. فأنت بتقول أنا ثانيًا أصلًا في أول الجملة بيقول لك إيه؟ I was يعني أنا كنت تعبان جدًا، أصلي أنا كنت شغال لمدة طويلة، يبقى had been working. I am still working. أنا يا عمي لسه شغال، ما زلت شغال. I not doing the task yet. والله يت يا مستر بتيجي في آخر جملة النفي وآخر جملة السؤال، ودي جملة آخر نقطة يعني هي تبقى نفي، يبقى I haven't finished yet اللي رقم B. طيب عشان هو الراجل قال لك هنا قام، أمال لو كان قال لك I was يبقى تقول لي I hadn't finished. طب اللي بعدها 29 she asked a thorough cleaning. thorough يعني دقيق أو مكثف، يعني أنا تنظيف دقيق. ليه؟ the house everything is sparkling. سباركل دي معناها يلمع. الراجل بيقول لك كل حاجه في البيت دلوقتي بتلمع، اصلي انا عملت تنظيف خلصت، يبقى هاز كلين او شي هاز كلين. طب سؤال، ليه ما ناخدش هاز بين كليننج؟ انت بتقول البيت بيلمع، معنى البيت بيلمع يعني انت كده خلصت التنظيف، يبقى هاز دن. طيب اللي بعد كده 30 بيقول لك نوت لوكسور بيفور يس اي ونت ذير لاست وينتر. هو عايز يقول لك هل سبق لك زيارة الأقصر، وهل سبق لك اللي هي have you والباست بارتيسيبل، يبقى have you been visited. لا ده مبني للمجهول كده مش هتفكر فيها. طب have you visited، ايوه هي الإجابة رقم B. have you visited يعني هل سبق لك زيارة الأقصر. طيب you not the whole it looks lovely. الراجل بيقول لك ان الصالة شكلها lovely يعني شكلها جميل شكلها جذاب، اذا انت خلصت التزيين، يبقى have decorated. طب ليه ما ينفعش نستخدم وير ديكوريتنج عشان ده ماضي، وانت هنا بتقول لي الصاله دي شكلها حلو كده، يعني معنى كده ان الحدث انتهى وله اثر. ايه الاثر؟ ان شكله حلو. طبعا دي ماضي مش معايا خالص. I not the movie you recommended I am enjoying it. بص بقول لك انا بستمتع، لسه بستمتع، يعني معنى كده الحدث مستمر. فلو انت خدت هاف واتشد يعني انت خلصت استماع واستمتعت والموضوع انتهى، لكن انت بتقول انا بستمتع بيه يبقى انا مستمر I have been watching. طيب رقم 33 he not three cups يعني كده في عدد يا مستر، يعني معنى كده ان ممنوع المستمر، فتنزل زي الشاطر على المستمر. طب عايزين نشوفها ماضي ولا مضارع. since he reached والله since يا مستر بيجي بعدها ماضي بسيط اهو، وقبلها عايزين مضارع تام، يبقى he has drunk هو شرب 3 فناجيل من القهوة منذ وصل. I reading the book you recommended so we can talk about it. بص بقول لك ممكن نحكي بقى في الكتاب اللي انت اديتهولي، يعني معنى كده ان انا خلصت قراءه، يبقى I have finished. ارجع بس السلمه واحده ورا كده، كان في واحده هنا فيها نفس القصه. بقول لك هنا انا الفيلم اللي انت قلت لي عليه انا بستمتع، بستمتع يبقى لسه بقرا، لكن في ده انت بتقول احنا ممكن نحكي بقى ونعلق على الفيلم، يعني معنى كده ان احنا خلصنا، يبقى have finished. 35 بيقول لك I not my friend كامل since we were at school. انا عارف كامل ده منذ كنا في المدرسة، والمعرفة لسه مستمرة. حلو، بس كلمة يعرف كلمة نو اللي احنا عارفينها لا تأتي ابدا مستمر، اذا هنستبعد المستمر ونستبعد المستمر. طيب انت هنا بتقول لي since we were، يبقى انت عايز قبلها مضارع تام، مضارع التام اللي هو have known. طب ما ممكن واحد يقول لي يا مستر مش were دي ماضي، المفروض ناخد هنا ماضي. هقول لك ما هي الابلا سنس بيجي قبلها مضارع تام وبيجي بعدها ماضي بسيط. الرابط الوحيد اللي بيعمل الحركه دي اي رابط بيجي قبل مضارع دايما بتفكر بعده في مضارع، لو قبل ماضي بعده ماضي. I not 2000 meters today. بقول لك انا مشيت جريت 200 متر وتوداي يعني النهارده، فما فيش ماضي خالص في الحوار. يا ترى هاف رن ولا هاف بين رانينج؟ انت بتقول لي عدد ومع العدد ممنوع المستمر، اذا الاجابه الوحيده الصحيحه هاف رن.
تامر نوت هي ذا نيو كار فور 5 مانثس ناو. بص يا مستر، انت قلت لنا وانت بتشرح ان لما يكون معاك في الجمله فور ومده زمنيه وبعدين ناو، بتقول لنفسك والله يا فندم ده تام مستمر، ممكن مضارع او ماضي. حلو، بس بشرط. ايه الشرط؟ ان ما يكونش فعل من الافعال اللي ما تجيش مستمر، وكلمه هاف يمتلك ما تجيش مستمر. يبقى انا كده روحت الاثنين دول، باقي معاك هاد وباقي معاك هاز. ازاي هتقول ناو الان وتفكر في هاد يا راجل؟ انت اكبر من كده، عيب. يبقى انت الاجابه كده اصبحت هاز هاد. الجمله اللي بعدها، please help me، لو سمحت ساعدني. I not my passport، what can I do، ماذا افعل الان؟ انا فقدت جواز سفري. بما ان الراجل لسه بيدور وبيقول لك what can، يعني معنى كده انها مضارع، يبقى الجمله مضارع، يبقى I have lost. طب ليه مش has been losing؟ ولو هي كانت have been losing، يعني هنفكر فيها عشان الاي تاخد have يعني، برضو لا. وانت ينفع تقول لي انا كنت بضيع جواز سفر؟ مش منطق. 39، how long not I wish it would stop، انا بتمنى ان الدنيا تبطل مطر، يعني اصل الدنيا مستمره في المطر. معنى كده انك عايز مستمر. هذا الترين دي معناها ان المطر خلص. ويل ده مستقبل، ووز ده ماضي مستمر، ما ينفعش ماضي، والجمله اصلا مضارع. انت بتقول لي كم منذ متى وهي تمطر، يبقى has it been raining. عمر نوت ان a band since 2011، بيقول لك عمر ده بيلعب في الفرقه الموسيقيه، بيعزف في الفرقه الموسيقيه من 2011، ودلوقتي هو المدير بتاع الفرقه، يعني معنى كده ان الراجل ده بيعزف من 2011 في الفرقه وما زال مستمر، يبقى has been playing. بعد كده رقم 41، look someone، بيقول لك انظر شخص ما كسر، يبقى انت عايز كسر، يبقى have ولا has broken، هناخد has. طب ليه؟ عشان الفاعل الغير معروف اللي هو مين؟ someone، ده بنسميه فاعل غير معروف. ليه سميناه فاعل غير معروف؟ اصل مش عارفين هو جنسه ذكر ولا جنسه انثى، فعشان كده انت بتقول عليه فاعل غير معروف. بنجيب بعده الفعل مفرد ونجيب بعده الضمير جمع. يعني كان ممكن تقول لي look someone has broken their door مثلا، كسر بابهم، فاخدنا has broken المهم، لان بتقول لي انظر شخص ما كسر الشباك. 42، have you been studying English، دي افكرك بيها عشانها جمله محوريه. احنا متفقين بنقول how long وبعدها مضارع تام، او for how long وبعدها مضارع تام، او since when وبعدها مضارع تام. ممكن نقول how long وبعدين نجيب المضارع التام وبعدين في الاخر فور. الناس دي كده بتيجي مع مضارع تام. اذا الاجابه هنا يا مستر، انا قدامي في الجمله have you been studying، ده مضارع تام او مضارع تام مستمر، كلاهم نفس التركيبه، يبقى انا هقول له how long، وممكن نقول له for how long، وممكن كنا قلنا since when وتنفع. طب did يبقى ده ماضي، اذا الماضي، فانا عندي حاجه من الاثنين عشان في هنا مشكله. عندك how long ago معناها منذ متى، دي حته عايزك تنتبه لها وتهتم بيها. الحاجه الثانيه how long ago دي بتساوي when، او ممكن نستخدم مكانها when. فانا ممكن اقول لك how long ago did you start studying English، او when did you start studying English. انا عندي في الاجابه هنا في السؤال ده في اجابتين صح، ركز وانتبه. يبقى انت عندك واحده من الاثنين او هما الاثنين دول صح. how long ago منذ متى، منذ متى وانت بدات المذاكره، او متى بدات المذاكره، كلاهما صحيح. يعني هو غلط؟ اه يا مستر هو غلط. 44، I not letters all day I wonder when I have I will finish، بقول لك انا بكتب طول اليوم وبسال هو انا هخلص امتى يا ترى. يعني معنى كده انك انت مستمر، يبقى have been typing. It's the first time، لا ما عندي it's the first time دي، معلش المستر يفكرنا بالملحوظة المهمة الرهيبة اللي عليها، انك انت بتقول it's the first time وقدامك تركيبتين، I have met، او تقول لي for me to meet، الاثنين ينفعوا. بس عايزك تفهم حاجة، انك انت بتجيب الفاعل وبعدين مضارع تام، او for مفعول to المصدر. انا في الجمله مديني مين فيهم بقى؟ تعال نشوف. بقول لك اتس ذا فيرست تايم اي، يعني مديني الفاعل، فانا عايز مضارع تام، يبقى هاف سين. سبلندد يعني ايه؟ رائع، عظيم. هاز سما دان اول ذا واشنج اب، هو سما فعلا خلصت؟ انت بتقول لي سما فعلا خلصت، يبقى انت عايز هنا كلمه بمعنى فعلا او بالفعل، اللي هي اوريدي. واحنا متفقين ان احنا في السؤال بناخد يت اوريدي، يت في حاله اللوم، لكن اوريدي في حاله الاعجاب والتعجب، وانت معجب بالموضوع او بتتعجب، بتقول يا سلام رائع عظيم، هي فعلا خلصت. طب اللي بعدها great news، يا لها من اخبار عظيمه. you the competition، انت
فزت بالمسابقة. have been winning ده مستمر، و haven't won انت ما فزتش. ازاي ما فزتش؟ وبقول لك اخبار عظيمة. و are winning انت بتفوز، لا انت فزت بالمسابقة، يبقى have won. طيب 48 بقول لك it's، ركز بقى كده في الجملة دي، it's more than 40 years since I traveled abroad. يعني فات 40 years، يعني فات 40 سنة من اخر مرة انا سافرت خارج البلاد. طب ده معناها I haven't ever traveled، عمري ما سافرت، ده معناها عمري ما سافرت. لا الراجل قال لك انا ما سافرتش من 40 سنة، يعني هو سافر قبل كده. طب I have traveled abroad، انا سافرت خارج البلاد 40 years ago، منذ 40 سنة. الجملة دي المعنى فيها عسل قوي قوي قوي، لكن القاعدة فيها غلط خالص خالص خالص. ايه اللي خلانا نقول غلط خالص؟ عشان انت ازاي تاخد اجويا مسلم بتاعة الماضي البسيط مع مضارع تام have traveled؟ يبقى كده ده في عجن، فدي مش معايا ودي مش معايا. طب I lost traveled، lost ماضي بسيط و traveled ماضي بسيط 40 years ago، وادي ago، يبقى الجملة رقم سي مظبوطة. طب هنا بقى I have traveled abroad for 40 years، ده معناها انك انت سافرت خارج البلاد وقعدت هناك لمدة 40 سنة. هو الراجل في الجملة قال لك ان هو قعد بره البلد 40 سنة، ده بيقول لك انا ما سافرتش من 40 سنة، يعني انا سافرت ورجعت بقالي 40 سنة وانا قاعد في بيتنا. يبقى كده الإجابة رقم سي. This is the sixth email، ده سادس ايميل انا اكتبه. I have sent today، ماشي، ولا I have been sending، مش هنفكر في مستمر ما دام مع العدد ممنوع المستمر. مع العدد ممنوع المستمر يا جدعان يبقى الإجابة رقم A. يبقى 49 قلنا ايه. 50 بقى بقول لك I started to know، بدأت أعرف my neighbor عمر، أنا بدأت أعرف جاري عمر when we moved into this flat 10 years ago، بدأت أعرف عمر منذ انتقلنا لهذه الشقة منذ 10 سنوات. حلو، ده معناها إني عارف عمر، عارف عمر من 10 سنوات، والمعرفة بتاعتي بيه مستمر. بس إحنا عارفين إن كلمة نو لا تأتي مستمر. حلو، تعال نشوف I have been knowing، لا تبقى دي جريمة ما ينفعش نعملها. I have known my neighbor عمر، أنا عارف زميلي عمر for وبعدها سنة، لا المفروض كنا استخدمنا since، فدي كده كمان باظت. I have been known، أنا أعرف، دي مجهول ما ينفعش، أنت عايز تقول أنا اللي عارف. يبقى الإجابة أصبحت I have known my neighbor عمر since 2013، أنا عارف عمر جاري منذ سنة 2013. بعد كده بقول لك I was on the ground just after finishing line out of breath. بيقول لك ايه الراجل؟ بيقول لك انا كنت واقف على الخط بعد الانتهاء من السباق وكنت بتنفس بصعوبة. يعني معنى كده ان هو خلص الجري وواقف بعد الخط، يعني انت مش عايز مستمر. فطبعا دي I have been running 10 kilometers، دي مش معانا اصلا، و I had been running برضو مش معانا، لانه حتى ذكر لك عدد يعني، فاتنين باظوا. طيب الراجل هنا قال لك was يعني ماضي، اذا الاجابه اصبحت I had run 10 kilometers. طيب في 52 بيقول لك I am يعني مضارعه، I am on the ground، انا كنت على الارض، مرمي على الارض بعد خط النهايه مباشره وقاطع النفس تماما، اصل I have run 10 kilometers. يبقى في 51 و 52 مش هناخد مستمر لانه ذكر عدد. ثانيا المعنى اصلا بيقول لك ان الراجل وصل خط النهايه يعني خلص جري. 53 which of the following is correctly structured، ايه من دول يا عم معمول له ترقيم صحيح؟ هو عايز الاستراكشر السليم. اول واحده I have been drinking 4 liters، ازاي يا حاج هتجيب لي عدد مع المستمر؟ عدد مع مستمر اعرف ان ده غلط، هو اللي حصل هنا برضو، جاب لك مستمر وعدد فباظت. I had been drinking 4 برضو مادام في عدد مع المستمر باظت. I have drunk 4 liters of water today، مظبوطه رقم سي، ما هو مضارع تام وعندك today مضارع. طب هنا مديني today ومديك معاها ماضي، اذا ده بيعجن، يبقى الاجابه رقم سي. طيب اللي بعد كده 54، ورقم 54 ركز معايا شويه فيها، بقول لك he hasn't been watching a match، يعني هو ما كانش بيسمع ماتش بقاله شهرين. ينفع اقول لك ما كانش بيسمع ماتش بقاله شهرين؟ لا، بس انا كان ممكن اشيل دي خالص واروح كاتب لك مكانها ماتشز، ومعنى الجمله هو ما كانش بيسمع ماتشات مباريات بقاله شهرين، بس كده الجمله باظت لانه مديني اماتش. طيب هي hadn't been watching a match for 2 months، نفس القصه برضو، اماتش دي وجايبها معاها مستمر، ف
فده معناه ان هو ما كانش بيسمع مباراة بقاله شهرين، لا ما كانش بيسمع مباريات تنفع فباظت. He hadn't watched a match for 2 months، يعني هو ما سمعش ماتشات بقاله شهرين. ما هي المعنى حلو اهو، بس الراجل مديك ناوي يا عم الحاج. يعني ما كان بيتكلم على جملة مضارع، فهادنت دي مش معاك خالص، بره تفكيرك وبره اصلا بؤرة اهتمامك، يبقى الإجابة اصبحت رقم دي. طيب يبقى احنا كده في 54 قلنا دي. 55 بقى، I not haven't seen my cousin since last October، ولا didn't see my cousin for last October. الجملة دي غلط. طب ليه غلط يا مستر؟ عشان هو جايب for مع الماضي البسيط. لا، هي for بتيجي مع ماضي، مع ماضي بسيط، وبتيجي مع مضارع تام. انا عارف كده كويس، بس انا عارف برضو ان بتيجي مع ماضي بسيط لو الحدث انتهى، مضارع تام لو الحدث مستمر. طب وما انت رفضتها ليه؟ ما هو ممكن يكون الحدث ده انتهى. لا انا رفضتها حضرتك علشان المفروض ان سيادتك عارف ان لاست وبعدها ظرف، وذا لاست وبعدها ظرف. لاست وبعدها ظرف دي بستخدم معاها سينس. طب ذا لاست وبعدها ظرف دي بستخدم معاها فور، والراجل مديك هنا لاست وظرف، اذا ما ينفعش فور. لاست وظرف عايزه سينس، اذا الاجابه كده رقم بي باظت. طيب والراجل كان بيقول لك ايه وبي، فده بقى برضه باظ. طيب I haven't been seeing، سي ما بيجيش مستمر حضرتك، يبقى الإجابة أصبحت رقم إيه. طيب بعد كده طبعا دي فيدباك اكسرسايز، تمارين كده مراجعة، ودي حاجة حلوة محترمة أضافها المعاصر السنة دي. She not lunch for 2 hours before for 2 hours before her children returned. أنت أكيد فاكر لما كنا بنقول إن إحنا لما نلاقي في الجملة for ومعاها when أو for ومعاها before، فأنا وبيجي بعدهم كمان فعل، فانا بقول لنفسي لو الفعل ده مضارع يبقى انا عايز مضارع تام مستمر، لو الفعل ماضي فانا عايز ماضي تام مستمر. ادي الفعل ماضي فانا عايز ماضي تام مستمر. مين هو؟ had been preparing رقم دي. الثانيه my aunt not in Tanta for 10 years. for، استنى كده انت لسه كاتب لي دي هنا، احنا متفقين ان for اهي لما يجي معاها ماضي بسيط يبقى الحدث انتهى، مضارع تام يبقى الحدث مستمر. طب في الجمله دي الراجل بيقول ايه بقى؟ تعال نشوف كده. بيقول لك ان عمتي في طنطا بقالها 10 سنين، دلوقتي هي عايشة في المنصورة. يعني حدث العيش في طنطا انتهى، يعني معنى كده انك عايز ماضي بسيط اللي هو لفت. طيب كده خلص الحوار ده، وكده احنا خلصنا جزئية القواعد اللي هي بتاعت الدرس الثالث والرابع. بعد كده مباشرة هيطلع الدرس الخامس والسادس، وهنعملهم في فيديو واحد، اوعى تعدي فيديو. بالنسبة للقصة عشان اطمنك، القصة هننزلها كلها ان شاء الله فيديوهات، هنشرحها في فيديوهات من اول فصل، وهنحاول نجمع الاسئله اللي ممكن تيجي عليها ونعملها لكم في ورق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.